تركت لرحمة الرحمن نفسي فما لي دون رحمته فما لي دون رحمته رجاء أنا الإنسان أنا الإنسان وأنت الله الله وأنت الله الرحمن الرحيم يا خالق الأكوان جلت قدرتك جلت قدرتك ومعلم الإنسان معنى عظمتك معنى عظمتك معنى خليق الأكوان جلت قدرتك جلت قدرتك ومعلم الإنسان معنى عظمتك معنى عظمتك معنى عظمتك شعت الأنوار في دربي عندما ناجيت في قلبي يا إله الكون يا ربي بيديك الحكم فارفني بيديك الحكم فارفني يا سلام يا سلام العراق لحن تواق ومحمد الرفاعي أداء بنغم واشتياق جميل الأستاذ لطفي بشناق حبيبي محمد أحسنت مانيش باش نحكي على العرب تبارك الله وانت نعرف اللي انت في المقام وتغني المقام المقام يلزمه العرب وخصوصية خاصة للمغنى العربي والعراقي يختص به العراقيين ملاحظة بسيطة النطق مخارج الحروف ثبت لي بس بمخارج الحروف والنطق الصوت موجود الإمكانيات موجودة والطاقة موجودة ثبت لي المرة الجاية في مخارج الحروف بس شكرا جزيلا أستاذ لطفي أستاذ محمود التهامي يا حبيبي يا محمد طبعا انا بعد السهره الاولى عرفت انك بتلعب ملاكمه صح نعم تلعب ملاكمه علشان كده هاخد بالي من التحكيم في السهره الثانيه انا اخذ بالي استاذ محمد يعني اقوى استهلال كان في هذه السهره من اول حرف بسم الله ما شاء الله كان في ادائك تحيه كبيره ليك ولكن رغم هذا التمكن
رغم هذا التمكن وهذه السلطنة من البداية، من أول ما بديت قمة السلطنة، وبحي فيك انسلاخك مع الأداء وبسمتك اللي كنت حرمنا منها السهرة اللي فاتت، الحمد لله رجعت لنا تاني اهو، ما شاء الله ربنا يديمها عليك. يعني بعيد عن جزئية الملاكمة اللي أنا فاكرها كويس، الحجاز كان هيتون منك حاجة بسيطة، ولكن الحمد لله يعني ربنا يبارك فيك لحقته. تفاعلك وأدائك مع الفرقة الجميلة وهدوءك واختيارك كمان لطبقة الصوت والتونالتي ما بينك وما بينهم، كان بينكم سنس عبقري ما شاء الله. أحسنت يا محمد، أحسنت أحسنت. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا استاذ محمود. استاذ احمد بخاطر. محمد يعني من الاخر نحن كلنا يعني متفقين. محمد من الاخر نحن كلنا متفقين على انه ما شاء الله صوتك في فخامه وادائك جميل، بس انا حسيت شيء واحد، ان نحن نوظف اللحن على الكلمه وليس الكلمه على اللحن. فلما انت تيجي تقول اكوان انت تزعجني بهالشيء. ليش؟ لانه هو هنا ما في مد، انت مد في الغنة. مثلا عندك انت انسان، لا تسوي كذا، سو انسان. بالعكس انا عارف انك انت تبغي تعطينا اللحن وتعطينا الجمال بس هنا انت قدمت شيء على شيء. بالعكس انا احس انه انتبه للموضوع هذا. شكرا ان شاء الله. شكرا جزيلا، شكرا استاذ احمد بخاطر، شكرا يا محمد، موفق، ابدع. اوعى تستنانا بره.